اولا بغيت نهنئ الفريق ديال اولمبيك اسفي على الانتصار ديالو، ثم بغيت نقدم اعتذار رسمي للجمهور ديال الكوكب مراكشي على هذه الهزيمه. يلاه كنبداو كنجمعوا شويه في الجمهور ومن بعد كتجينا هزيمه في الميدان، هزيمه اللي كنعتقد ما كنستاهلوهاش. هذا بالنسبه للنقطتين الاولى. بعد باش نرجع للحصيله العامه قبل ما ندخل في التفاصيل المملة للمباراه، اعتقد ان الحصيله ثلاث هزائم وثلاث انتصارات وتعادلين كيخليونا ب 13 نقطه في مرتبه ثامنه. في الظروف اللي كنعيشوها اعتقد على انها نتائج ايجابيه، الكوكب داير المانتيان ديالها، هذا هو الاوبجيكتيف. الان باش نرجع للمباراه والتفاصيل ديالها، اعتقد لان الشوط الاول كان شوط جد متكافئ، وان كانت اولمبيك اسفي امتلكت الكره في الدفاع في وسط الميدان، في حين ان هجوميا ما شتش فرص، ما شتش الجول ديالنا طاح من بعد اعطاهم الحارس هديه كتوقع في كره القدم، خداو هذاك الهدف. رده الفعل ما كانتش كثيره في الشوط الاول، الشوط الثاني شفنا على ان الاولاد داروا رده فعل كثيره، ولينا حنا اللي كنصنعوا اللاعب وهما كيلعبوا على المرتدات، خاصه في الاخير من حيدنا لاعب من وسط الميدان اللي هو امغري وزنا الفقيه كمهاجم رابع من بعد الاجنحه ومن بعد راس الحربه. رمينا بكل الاوراق بعد ادخال ايضا اللاعب يونس ثم الذهبي، تخلقات مجموعه من الفرص لسوء الحظ، فكان التكتل ديال اولمبيك اسفي، كان التسرع ديال اللاعبين ديالنا، ضيعنا الفرص. اعتقد لانه اقل شيء كنا نخرجوا به اليوم هو تعادل لسوء الحظ، خذلنا الجمهور ديالنا وانهزمنا وكنا ماشي على الحارس. فاحنا كلاعبين لان اللاعبين ضيعوا فرص ديال الاهداف وارتكبنا خطا كما ارتكبنا اخطاء كثيره، فكنا مسؤولين على هذه الهزيمه. واكيد على انها بينات انه مازال عمل كبير كينتظر فريق الكوكب مراكشي، ولكن طمئن الناس على انها المستقبل واعد ان شاء الله، لان شفنا كره مجموعه من المحاولات اليوم، شفنا دي جون خاصه زايا اللي دخل تا هو من العناصر الشابه اللي عطى الكثير اليوم الفريق، كان سبق له لعب ولكن اليوم كونفيرما على انه في المستوى العالي. الغازوفي ايضا بعد غياب طويل اليوم استطاع على انه يقدم مباراه كبيره، فكره القدم هي هذه في ظل الغيابات ديال الشخصي وديال وسام بركه وديال المفضل واخرون، تمنع على اننا ناخذوا نقاط اخرى من هذه المباريات المتبقيه باش ننهيوا المباريات ديال الذهاب بشويه ديال الامان.